مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من انا والناس. قبل ما ابتدي حلقتي النهارده طبعا اي حد عنده اي حاله انسانيه او عايز اي مساعده بتكلمونا او بتبعتوا لنا على الارقام اللي بتنزل قدامكم على الشاشه. وكمان اي حاجه هتبعتوها او اي تعليق او اي راي عايزين تبعتوه ابعتوا لنا على الارقام اللي بتنزل قدامكم على الشاشه، وهي شغاله طول الوقت، هتلاقوا طول الوقت في شريط شغال فيه الرسائل بتاعتكم، واحنا طبعا اكيد هنحاول نرد عليكم في اقرب وقت ممكن. مره تانية هقول احنا عندنا في فقره دايما معاك، الفقره الانسانيه اللي موجوده في انا والناس، حالات مرضيه، حالات انسانيه، بنات عايزه تتجوز، اي حاجه ارجوكم كلمونا وابعتوا لنا على الارقام اللي بتنزل قدامكم على الشاشه، واحنا ان شاء الله هنقوم بالرد في اسرع وقت ممكن. بس عايزه اقول لكم حاجه، ان الحالات اللي هي ليها الاولويه او المستعجله اكتر هي اكيد اللي بنكلمها اول حاجه، فارجوكم كلمونا وابعتوا لنا على الارقام اللي بتنزل قدامكم على الشاشه واحنا اكيد هنرد عليكم على طول. تعالوا بقى، احنا النهارده عندنا الحلقه دسمه جدا، مقسومه ل جزئين. تعالوا نتكلم في اول جزء، الشباب تحت سن ال 18 سنه. الشباب تحت سن ال 18 سنه مرحله صعبه جدا وخطيره جدا، كل الاهالي بيقلقوا وكمان بيلاقوا صعوبه في التعامل مع اولادهم في السن ده، تفكيرهم سلوكهم، التفكير والسلوك بيتغير 360 درجه. طيب الحل ايه؟ نتدخل ازاي جوه، يعني نخش ازاي جوه حياتهم ونتدخل ازاي في تفاصيلهم ونخش ازاي جوه تفكيرهم ودماغهم عشان نعرف نكسبهم ونعرف هما بيفكروا ازاي، لان الفتره دي بتعتبر تحديد مصير وكيان، سواء طبعا اكيد للبنت او للولد. بعد شويه هيكون معانا اولاد تحت سن 18 سنه بيدرسوا في المدارس، عندهم طموح، عندهم مشاكل، هنعرف هما بيفكروا ازاي. طبعا احنا عندنا في مصر مستويات كتير جدا، هتلاقي ناس اللي مستواها عالي، ناس اللي مستواها متوسط، اللي هي طبعا الطبقه المتوسطه ابتدت تختفي، وهتلاقي الناس الغلابه اللي معهمش حاجه خالص. طيب هل احنا في حلقتنا النهارده هنشوف شباب، طبعا شباب زي الورد، من طبقه واحده بس، ولا هنشوف كل الطبقات؟ طبعا لضيق الوقت بتاعي انا هحاول على قد ما اقدر اعرض لكم عشان نشوف مع بعض انا وانتو، هنشوف ولاد اقل من 18 سنه بس في مدارس ومرتاحين واهليهم بيخافوا عليهم، وشباب زي الورد ودول مستقبلنا. هنشوف كمان شباب تانيين اقل من 18 سنه بس ظروفهم صعبه مش عارفين يعملوا ايه، بس هما كمان شباب زي الورد وهما كمان مستقبلنا. استنونا بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته.